القصيدة طبعا ولا بد أن تكون هناك شكاية إلى صاحب الزمان على ما يدور بنا في هذا الوقت بالتحديد. لك يا مهدي جيت أسولف واشكي أحوالي، وانت تعلم اللي جاري بي وعلي، جيت أفصل كل جرح خلانا بالحسرة، جيت أقول البينة كله مو فقط بي، بمولدك جاي أسرد آهات وأسو آمال، بمولدك جاي أسرد آلام وأسو آهات، والجرابين يا غايب ما هو شوية، هو ذنبنا نلطم بكل حسرة عظامي، ولن نلفظ يا علي بالروحة والجية، هو ذنبنا بكل مصيبة النادي يا حيدر، هو ذنبنا نعشقه ونتوسل بضية، السبب واضح وعين الدنيا هتشوفه، السبب حبنا وعقيدتنا الإلهية، لأنه نحب النبي والزهرة والعترة، لأن نعشقكم ونكره كل بني أمية، عاقبونا بسيف ومدفع ويا دبابة، وقنبلة بمرقد لعان علينا مرمية، التقية ما تفيد ولا بعد طيبة، وبرغم هاللي جرى ظلينا سلمية، وبرغم سوء الفعايل والحقد بيهم، بخصايلكم نصفي وياهم النية، وبخصايلكم نصفي وياهم النية، ورد رجع لنا المرادي والله يا مهدي، وخلف بأحقاد أمثال ابن تيمية، وبرغم سوء الفعايل والحقد بيهم، بخصايلكم نصفي وياهم النية، ورد رجع لنا المرادي والله يا مهدي، وخلف بأحقاد أمثال ابن تيمية، ورد رجع شمر اللعين ويصعد علينا، وعدنا هو نفسه وشبيهه مية بالمية، ورد رجع حرملة وبإيد السهم قاصد يصوب الماله ذنب ضامي بلا مية، لن يا مهدي بزمن ظلينا نهواكم، هاجموا حتى المساجد لانها مضوية، رادوا الكعبة يهدموها بسبب حيدر، مو لان الكعبة اصلا كلها شيعية، ذبحوا شيعة علي حقدا على المذهب، وردت الجين السلالات السقيفية، ورجعوا ليفتوا بذبحنا باسم الإسلام، واكلت الأكباد رجعت بالفعل هي، تعاطفت ناس بصور مكذوبة في الواقع، وقالت الثورة بصراحة ثورة شعبية، تعاطفت ناس بمجازر في مصر والشام، وقالت الثورة بصراحة بيها شعبية، مو نفسها اللي ينظرون جاري في بلادي، مو ضحايا تقتلت بكل عدائية، مو نفس الإرهاب موجود بنفس الأسلوب، مو بعد أمتنا إسلامية ثورية، مو شباب استشهدت والرضع اختنقت، مو مطالبنا مثلهم عدل حرية، مو يقولون إن بشار الأسد ظالم، خل يقرون بظلم حكم الخليفية، هذا يا مهدي التناقض حل على العالم، أصبح الباطل وهو الحق اللي بالدنيا، وأصبح الحق باطل وكل شي انعكس بينا، وسموا الشيعة الخنازير المجوسية، صرنا مثلات الخطر يا مهدي منبوذين، رادوا نعيش بعمد عيش العبودية، شنه أحكي لك يا مهدي وشل أسولف بيه،
عشنا فتنة للأسف شيعية سنية الشريف اللي تزين بلبس الإسلام انقلب يا مهدي لا دغلدغة الحية فرقوا بين المذاهب فدوى الإسرائيل والأخبك الحقد قاعد يغدر بخية محوا آثار النبي المصطفى أحمد وغيروا تاريخ لا يمكن بعد طية النواصب والله أذونا يا أبو صالح همهم التكفير وصرنا للدهر دية قالوا أفتوا إذا تفجر جمع شيعة تاكلوا يا المصطفى فخرا فصينية قالوا وأفتوا إذا تفجر جمع شيعة تاكلوا يا المصطفى فخرا فصينية فجروا القديح يا مهدي وبعد الإحساء وهذه الجمعة بعد ما ندر بالنية شوف شل صار وجرى يا مهدي ملينا صرنا نذبح علن يا الغالي يومية ومن نادي يا حسين الداعشي يحتر انظر افعال السلف ويا الوهابية ومن صل على النبي جهرا اجوا قالوا صلوا سرا او تصلوا شوية شوية اللهم صل على محمد وآل محمد ما هو ردكم لهم صلوات باعلى اصواتكم ثالثا على حب أهل البيت اللهم صل على محمد وآل محمد أحسنت يصل صوتك إلى الإمام إن شاء الله ويفرج عنا ويثيبك على شعورك.